مساء الخير. النهارده ان شاء الله هنعمل الفراخ على الطريقه الصيني. اللي محتاجينه نص كيلو فراخ، ربع كيلو جزر، ربع كيلو كوسه، 3 فلفل، بصلايه كبيره، سمسم، كاتشب، توم باودر، بصل باودر، ملح، فلفل، معلقه نشا. وهنقدمها مع الرز البسمتي. اول حاجه هنعملها هنضيف النشا على الفراخ، هنضيف عليها شوية زيت بسيطة، صويا صوص، هنقلبهم، هنضيف الزيت اول حاجه لحد ما يسخن شويه. غليت هنا، هنضيف الرز، هنضيف الملح، والزيت مش هنضيف اكتر من كده. هنقلب وهنسيبه لحد ما يتشرب، وهنغطي عليه ونقطع الشياط. هضيف الجزر، والكوسة، وهضيف الخضار بتاعي عموما. ضفنا الزيت في طاسة تانية، وهنضيف الفراخ، طعنا الرز على الشياطة، وهنغطي. ضفنا الكاتشب، ونكمل التقليب. هنضيف السمسم هنا على الفراخ، بقية المكونات، بعد كده هضيف الخضار على الفراخ. حطيت شوية مية صغيرين عشان اطلع بقية الصوص. الفراخ بتاعتنا كده جهزت، هنقدمها. ده الطبق بتاعنا بعد ما جهز، زيناه بالبصل الاخضر. اتمنى ان انتوا تجربوه، وبالهنا والشفا. You know that's a lie that you tell yourself. You fear that you little baby now. It ain't true, ain't true, ain't true. So put your arms around me tonight. Let the music lift you up like you've never been so high. Open up your heart to me. Let the music lift you up like you've never been this free. Take a pill and sit right.